السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي متابعينا على اليوتيوب. احنا داخلين فورا إن شاء الله متحف سكك حديد مصر. يمكن بعضكم ما يعتقدش إن في متحف للسكة الحديد في مصر، موجود في القاهرة في محطة رمسيس ومحطة القطر نفسها. احنا بنصور القطر اللي بره، وبعد كده هنوريلكم نماذج مبهرة اللي جوه. هتنبهروا زي أنا وزميلتي حبيبتي اسمها إيمان منبهر. ده قطر بتاع زمان اللي بالبخار، ده نموذج في العرض المتحفي الخارجي. العرض جوه بيبقى عبارة عن دورين، وهنوريهم لكم إن شاء الله سبحانه وتعالى فورا. ده نموذج لسفينة بضاعة من عصر الدولة القديمة. نعم، عايز تصوير عادي؟ أنا يا حاضر، أنا لا ولا زعل. كانت سعيد باشا تعالي نصوره سوا، يلا تعالي.
طلعت سعيد باشا. تعالي نصوره سوا، يلا تعالي. آه لا لا لا، ثواني ثواني، ده قاطرة سعيد باشا الله يرحمه. حاضر حاضر.
ايوه ده القطار الملكي اللي في الوش ده. قال الطبع المطبوعات التذاكر او غيرها، ودي اول مطبعه للسكه الحديد. حاضر ده النموذج الكبير المتحرك لكافة أنشطة السكك الحديد في مصر. متصورة هنا في مصر كده؟ أنا نفسي يتحرك. تلات سعيد باشا تعالي نصوره سوا، يلا تعالي. قاتلة سعيد باشا الله يرحمه. وإلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا التعليق.